هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، نتابع مع حضراتكم من جديد حيث ينطلق شوط الجعدان الرئيسي في هذه الانطلاقة المسائية، والذي يحمل في عنوانه سيارة بالإضافة إلى خنجر. هنا مع الشوط الرئيسي لفئة القعدان الحقايق لهجني أصحاب السمو والشيوخ، تنطلق هذه الشعارات مدشنة هذا اللقاء من خلال وجود هذا الرمز، الرمز الذي يأتي إليه المضمرين لينجزون إنجازات مع هذه الشعارات العملاقة. أعود إلى مقدمة الشوط، أتابع مع حضراتكم هنا في المقدمة يأتي مهلوس، تعود ملكيته لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يبدأ في استفتاح اللقاء مع طارش بن راشد المسافري المركز الثاني، وصول من مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سالم بن نايع الغفلي المركز الثالث، هناك وصول كذلك من المارد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر سالم بن نايع بالشاوي الغفلي المركز الرابع، هجني سيح السلم يأتي رابعا مع المضمر سعيد بن محمد بن مروشد المركز الخامس، هنا يصل شاهين لهجني سيح السلم عبد الله بن ثعيلب في عملية التضمير. أعود إلى المقدمة إلى مهلوس، إلى مهلوس الله صاحب إنجازات، يبغي الخنجر، يبغي السيارة، يبغي الخنجر، يبغي السيارة، وما قد ذاق طعم الهزيمة ما شاء الله عليه. هذا هو سلالة عريقة، سلالة ممتازة ما شاء الله، يوحي بأن من شكله سلالة منذر. عموما على كل حال، ها هو أمامكم هلوسة لاسمه شيخ راشد بن سعود المعلى، يضمر طارش بن راشد المسافري، الله يا طارش يا طارش يا طارش. المركز الثاني، هناك مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سالم بن نايع الاغفلي محتلا المركز الثاني. المركز الثالث هنا يأتي في هذه اللحظات دور شاهين، هجني سياح السلم يضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، ولكن روح مهلوس، روح مهلوس، مهلوس ولوس بالتيم. ها هو مهلوس أمامكم لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى على الفوز وال انتصار من خلال هذه اللحظات. الخنجر، الخنجر، الخنجر الذهبي، الشوط الرئيسي للقعدان يذهب لهذا الشعار ومالك هذا الشعار بانتصاراته وبتحديه ما شاء الله. ها هو امامكم بالمركز الاول بدون اي منافس على الاطلاق، ها هو مهلوس. اذا مشاهدينا الكرام، ماخذين لحبوب هلوسه، ماخذين لحبوب هلوسه ليبدع ويمتع الجماهير والمحبين والعشاق. ها هو امامكم بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى بدون اي منافس على الاطلاق، بحث عن الخنجر، قايد العمليات في كتيبة أم الخيوين، هنا يبدأ في الانتصار، هنا يبدأ بالذهب مع الخنجر الذهبي ما شاء الله عليه بدون أي منافس أمام عرقوب بن علول، يبدأ في الاستعراض، يبدأ في الاستعراض أمام الجماهير والمحبين والعشاق. تحرك يا طارش، تحرك يا طارش من خلال هذا اللقاء. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد أم الخيوين ليظفر بالخنجر الذهبي، من جد وجد ومن سار على الدرب وصل ما شاء الله. ها هو أمامكم يبدع ويمتع الجمهور بدون أي منافس، كأنه الحالة والحالة، يسابق الزمن، يسابق الريح، يسابق الميدان في أرضية الميدان. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، أيضا حضوره الممتع أمام الجماهير وعشاق هذه الرياضة ما شاء الله ناموس. هنا طارش بن راشد المسافري بدون أي منافس على الإطلاق يذهب بالخنجر والناموس والانتصار إلى أهالي أم القيوين، تهانينا. هذه كذلك صورة من خلال المنصة الرئيسية. المركز الثاني يصل مقدام لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم، المركز الثالث هملول هجني سيح السلم، المركز الرابع شاهين لهجني سيح السلم، المركز الخامس مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء من خلال المنافسات.
من خلال المنافسة والتحدي ما شاء الله. نعود إلى التوقيت الزمني كما نهدي ونهني سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى هذا الفوز والانتصار، حيث قدم لنا مهلوس هذا اللقاء الجميل والتسابق المميز بدون منافس على الإطلاق، ليحتل الصدارة والمركز الأول بأربع دقائق 31 ثانية وتسعين جزءا من الثانية، يغرد في أرضية هذا الميدان صاحب أفضل توقيت في تسعيرة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى من خلال هذه الانطلاقات، أتى هنا ليأتي بهذا الشعار بالفوز والناموس والانتصار. شكرا طارش بن راشد المسافري، أول رموز أصحاب السمو الشيوخ يذهب مع مهلوس المركز الثاني، أربع دقائق 39 ثانية و34 جزءا من الثانية. ثانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم وإلى المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة. أما المركز الثالث فكان الحضور من هجن سيح السلم، هنا يأتي بأربع دقائق 42 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، كان حاضرا هملول وبقيادة سعيد بن محمد بن مروشد. هكذا مشاهدين الأعزاء يأتي الفوز والناموس والانتصار لولي عهد أم القيوين مع انتصار وتحدي وتألق مع شعارها المميز. عندما تدعم هذه الشعارات لابد أن تسجل وتفوز وتنجز في ميادين السباق.